حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معاكم في هذه الحلقة المميزة من صباح الخير الكويت. والحين مثل ما قلنا لكم في بداية الحلقة، حتكون معانا أخصائية التغذية العلاجية أستاذة سمية الإبراهيم، وحتكلمنا عن تجربتها مع تركيا، الأشياء الحلوة اللي كانت بتركيا. اللي حاب يتصل ويعرف أكثر ويسألها أي سؤال، راح تكون الأرقام موجودة على الشاشة، من سياحة داخلية بالكويت لسياحة خارجية إلى تركيا مع الأستاذة سمية الإبراهيم. حياك الله، صباح الخير. صباح النور، اهلا فيكم. انا صراحه يعني ولهت على استديو صباح الخير، يعني قطينا من بعد بالامكان في رمضان ووقفنا وكل واحد راح اجازته، والحين ردينا. تحسين ان خلص رديتي مكانك وتردين ان شاء الله، ونرد ان شاء الله بالعطاء ونفيد الجمهور مره ثانيه بمواضيع مختلفه. الحمد لله على سلامتك. يقولون اللي يسافر يتخربط عنده سيستم الدايت وخلينا نقول الكنترول على الاكل، ويبلش يخبط بالاكل يمين ويسار، اشي حلو اشي مالح اشي حامض. صحيح، عادي يعني من غير ما يحس ومن غير ما يشعر ياكل اللي يبي على بالنا مسافر، يعني هو اوف حق كل شيء. هو امانة اي انا لا شوفي انا سمية، سمية كانت مهتمة. هذه صينية، هذه صينية تحكي. اي شوفي هذه صينية بتركيا يسمونها صينية، هم جاية من الصينية اللي هي تقديم المكان. شفتي الصينية هاي الكبيرة؟ حتى بالكويت قبل صح كانوا يستخدمونها، يحطون فيها الريوق ولا يحطون فيها الغداء، وكل الاهل يتشاركون، تكون بديل عن الطاولة يعني. صحيح. ايامها. الحين طبعا من ملذات الحياة الاكل، يعني ما يقدر الواحد يختلف فيه، سواء انا اخصائية تغذية ولا لا. هي من ملذات الحياة ان الواحد يتهنى باكله ويستمتع. صحيح. وعلى قولة أخوي يقول أنا أخذ معاشي لسببين، يعني صرف الفلوس لسببين، أول سبب السفر، ثاني سبب الأكل، سواء بالكويت ولا برا الكويت. أنا واحد يتهنى بأكله، يعني أكيد الأكل عندهم مميز، صدق وايد لحوم، وحين راح تعطينا تفاصيلها. بس نبدأ من الريوق، يعني ريوقهم في وايد أشياء، في الشاي المميز الشاي التركي. بالضبط، الحين راح أتكلم عن الشاي بالتفصيل. تركيا بشكل عام يختلف أكلها باختلاف المناطق، يعني مثلا صحيح. إسطنبول وبورصة وأزمير لهم أكل يختلف مثلا عن المناطق الثانية بالشمال أو مناطق ثانية في تركيا. مثلا بهاراتهم وايد قليلة، قبل في الدولة العثمانية كانوا الطباخين بالقصور المملكة العثمانية وايد يستخدمون البهارات. صحيح. الحين وايد قلت في اسطنبول، يعني كلهم ما يعتبر حار مقارنه بالاكل الهندي او الاكل الافريقي، فبهاراتهم وايد قلت. صحيح. عن قبل يستخدمون وايد العيش، لو تلاحظون بتركيا اغلب اطباقهم بالغداء وايد يستخدمون العيش، خاصه المناطق هذه. في المناطق مثلا المطله على البحر الاسود تكون اعتمادها كبير على السمك واعتمادها على الذره، هم كمان ان هناك في هم محاصيل عندهم ذره. بعض المناطق في غرب تركيا عندهم وايد شجر الزيتون، فيعتمدون وايد على زيت الزيتون. فتلاقون مناطق معينة في تركيا اختلاف أكلها يكون باختلاف المنطقة اللي أهم فيها. وعلى طار الريوق، الريوق التركي هو ريوق غني ووايد يعني يهتمون في وجبة الريوق، تعتبر من الوجبات الرئيسية عندهم. يمكن احنا بالكويت وايد نطوف الريوق، هم هناك عندهم الريوق الفاخر اللي وايد يعتمدون عليه. في دراسة قريتها في 2013، الشعب التركي 40% من السعرات الحرارية اللي يأكلها جاية من الخبز، والخبز مالهم لو تشوفونه انه يشوف، وفي يمكن عندنا صوره بعد اللي هو الكعك اللي هم ياخذوا موجود هم كل مكان لما تطلعين حتى بالاماكن السياحيه. المسمسم تلاقين كل واحد قاعد ببسطته ويبيع بهالكعك، واللي يمشي يشتري وياكل. بالضبط، يعني انت رايحه سياحه يعني تشترين وتاكلين. بس ان اعتمادهم الكبير على الخبز، 40% من اكلهم وخبز ابيض، طبعا هذه اشاره خطيره. وللاسف ترى يمكن انا انصدمت لما قريت ان تركيا هم تعاني من السمنه، يعني تقريبا 44% من النساء البالغات فيهم زيادة بالوزن، و28% من الرجال عندهم زيادة بالوزن. مع احنا وكاتبين بالتقرير ان سبب رئيسي ان الناس ما تمشي وايد، مع ان احنا الحين لو نفكر نقول تركيا وجوها حلو، يعني غالبا الجو حلو، ما حتى لو بالصيف بالليل يكون الجو انه معتدل ممكن الواحد يمشي فيه، لكن سبحان الله حياتهم يعني مشاغلهم وايد. صح. فتلاقون مو نفسنا احنا اللي عندنا بورصة فوق، عندهم براد. اي براد بورصة فيها. اكيد والله السنة حر، حتى بورصة الحر اشتاح كل مكان. يا سمية الحر كل يمكن مكان. اللحم شيء اساسي عندهم بشكل كبير، يمكن في مطاعم متخصصة بس تقدم اللحوم. صحيح. باشكالها والوانها وارناقها. كلمينا عن سالفة الدونر كباب مالهم. اي دونر كباب. اي الحين الاعتماد الشعب التركي على الوجبات السريعة التركية اكثر من الوجبات السريعة العالمية. يعني نشوف في مطاعم عالمية موجودة الوجبات السريعة، لكن هم عندهم وجبات سريعة خاصة فيهم اللي هي الشاورما. الإسكندر اللي هو تعرفون من أي منطقة يا إسكندر؟ في منطقة معينة ببورصة هي اللي مشهورة وهي اللي طلع منها الإسكندر. أي منطقة؟
بورصة. بورصة هو اللي كان ساكن فيها اسكندر أفندم اللي هو من القرن 19، وهو اللي طلع واخترع وجبة الاسكندر اللي هو عبارة عن شرايح من اللحم أو ممكن أو ممكن من الدياي، فيها خبز اسمه خبز اللافاش، مو أي خبز يستخدمونه، خبز معين هو خبز أرمني الأصل، لكن كانوا يستخدمونه تركيا وأذربيجان، هم اللي يستخدمونه في وجبة الاسكندر. الحين يمكن عندنا إحنا بالكنترول صورة حق الاسكندر، وفي الحين الشيء العجيب فينا هو مو بس لحم، طبعا كثرة زيادة اللحم، إذا كل يوم الواحد يستهلك لحم يزيد فرصة إصابته بأمراض القلب، بسرطان القولون، بالجلطات الدماغية، لأن اللحم الأحمر استهلاكه بكثرة يعتبر جدا مضر للصحة. الحين مو بس إنه هو فيه لحم أحمر، من الإكرام عندهم يعني إحنا رحنا مطعم إسكندر اللي هو الأصلي في بورصة، بعد ما يقدمون الصحون ييجي واحد الحين يبي يكرمش بزيادة مع الطاسة الكبيرة فيها كلها الزبدة السايحة، هذه صورة الإسكندر العادية. في صورة ثانية اللي هو شلون قاعد يحطون، ومو يعني احنا يعني انا اقول ان لو قفشه واحده الواحد عن خاطر، فهم يجون ويصبون صب الزبده على كنوع من الضيافه، كنوع من الكرم يعني. فهم عندهم صلصه طماط وعندهم زبده، فطبعا انا لازم اختار صلصه الطماط، واخواني كيفهم عاد يختارون الزبده السايحه، فكلها دهون مشبعه بدهون مشبعه، وهني عاد يجون يتفنتقون في طريقة اللحم. الشاورما عندهم 36 نوع مختلف من الشاورما يعني، وكل طبعا كلها لحم بالنهاية، بس يفنتقون مع بهارات غير اللي هذا فيه بصل، هذا مع القص مالهم مميز، القص مالهم الحين مثلا الدونر طريقة قصه، هو اللي يستخدم طريقة قص الدونر اللي هي الشرائح الطويلة هي اللي تستخدم في الإسكندر، في الأورفة كباب، الأدنة كباب. الحين الفرق بينهم ان الأورفة يمكن احنا نروح مطاعم تركية نقول خو كله كباب يعني، أورفة وأدنة شو الفرق؟ ان الفرق بينهم بسماكة الكباب نفسه، في شيء سميك، في شيء مو سميك، في شيء في بهارات وايد، في شيء ما في بهارات وايد، في شيء يقدم مثلا مع خضار، في شيء ما يقدم. ف 36 نوع يقعدون يفنتقون فيهم، وهي اهم طريقه لجذب السواح. نحن عندنا وايد اشياء، المنيو مالنا وايد كبير، تقعدون تختارون اللي تبونه، فللاسف استهلاك اللحم جدا على قولتك قبل الهواء اسود يعني، استهلاك اللحم وايد عالي. ترى الطار بعد يمكن سميه، حتى مطاعم الفاست فود عندهم يبيعون هذه الشاورما يبيعون هالدونر، يكون موجود عندهم داخلين على غصب كل المطاعم يعني العالمية. حتى العرب مثلا وين ما يروحون يبون اسكندر يعني. اوكي عندنا كم مطعم تركي في اسكندر بالكويت، بس انت لما تروح تركيا وتطلب الامور هذه غير. فمثلا انا كخبيره بالتغذيه كنت لما انا احب الاسكندر، بس شنو مو كل مره اطلبه لحم يعني، في اسكندر دي اي فممكن نطلب اسكندر دي اي، الزبده ما نحط اضافات. فالواحد انه ممكن يسافر، ممكن يتهنى باكله، ممكن يستمتع في الاكل الشعبي لهذه الدوله، لكن مع شويه تغيير اللي يقدر يعني يطلب من الجرسون نفسه مثلا، لا تحط لي زبده، احط لي معجون طماط، لا تكثر مثلا اذا بنتكلم عن البقلاوه لا تكثر وايد القطر، حط شيرايل حق البقلاوه. انا ما حكلمه يعطيني ضيافه يزيد لي زبده، حياه الله. كيف مع الزبده مع احنا يمكن عندنا اتصال الحين معانا على الهواء، فهد ناصر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صبحكم الله بالخير. صباح الخير. صبحك الله بمثله، تفضل. انا عندي سؤال، انا بالسفر بالسفر امشي وايد، تدرون بالسفر الواحد يمشي وايد، بس انا لاحظت نفسي وقت ما اسافر وزني يزيد ما ينقص. إيه نعم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك وحياك الله اخوي فهد، هذه ازمه ثانيه. صحيح. يعني في ناس تاكل وتحرق ما يبين، حتى يردون ضعفانين شوي، بس في ناس لا تزيد. المشي احنا الحين اغلب الرياضه اللي نسويها وقت السفر اللي هو المشي، الا اذا كان في مثلا هايكنج تسلق، او في تجديف رافتنج، او في اي هذه المغامرات اللي الواحد ممكن يسويها اللي تحرق له 1000 سعره حراريه بالساعتين، لكن غالبا الرياضه اللي احنا نسويها بس مشي. المشي ترى ما يحرق وايد سعرات، الا اذا انا مثلا استغنيت كليا عن التاكسي وصارت كل مشاويري مشي، هني ممكن فعلا انا احرق، لكن لما انا شويه امشي وبعدين اروح اطلب الاسكندر واحط فوق زبده يطق لي الصحن الواحد 1000 سعره، الحين الاسكندر الصحن الواحد تقريبا 700 الى 800 سعره، واضيف له بعد زبده يعني راهي انا اذا قفشه واحده بس زبده سايحه فيها 120 سعره. لما يجيني هذا ويصب لي كذي الزبده، هاي كم سعره انا حطيت؟ طبعا. لما انا وايد امشي لكن بالمقابل طايح لي اسكندر محترم على الغداء، وبعدها طالب لي كنافه وطالب لي وربات وهالشيره اللي تقطر منها، وبعدين كم جلاس شاي معاه سكر باليوم طبعا. والريوق الفخم مثلا التركي او الاوروبي او اي مكان الواحد مسافر، ولما الواحد ترى يمشي ويسوي رياضه اذا مو وايد متعود عليها بالديرته وايد يوع، فتلاقين طول اليوم هذه الوجبات الرئيسيه غير الخربطه اللي قلتوا عنها بالاماكن السياحيه، هني ذره، هني كستنه، هني برد، هني هذا كعك، فخرب
يعني مو المشي عوض سعرات المشي وزياده، فاكيد برد وزنه زايد. هي المعادله ان اللي انت تحرقه يساوي اللي انت تاكله، اذا انت حرقته وايد اقل من اللي انت قاعد تاكله فانت اكيد راح يزيد وزنك بالنهايه، مع انك انت قاعد تسوي نشاط حركي. فهي موازنه بين الرياضه وبين تقليل الاكل. شوف الصوره ويانا، شوف الكنافه. هذه الصوره يمكن الصوره اللي انا مصورتها، باقي الصور كانت من الانترنت. تصورينهم ما تاكليهم كنا؟ لا لا انا اكل. انا يعني صح اخصائيه تغذيه اكل بس باعتدال. الحين مثلا مسافرين فتره طويله الحمد لله مثلا محافظه على وزني لانه قاعد اكل بخاطر، لكن بنفس الوقت مثلا انا عندي واحد من اخواني ما شاء الله وايد نفسي يعني وايد يحاتي اكله وايد حريص، فكل يوم انا وياه نطلع ونتمشى نحرق يعني نقعد نمشي بالساعه وبالساعتين ومعاه عاد هو الابل واتش يقعد يقول ايش كثر حرقنا سعرات وايش كثر الصعده فيها وايش كثر النزله فيها. فان الموازنه بالاكل اللي احنا ناكله مع الحرق هو التريك او هو اللي راح ينظم. هذه الحين كلامك متم عبد الله، هذه الحين القطعه ايش كثر فيها؟ هذه مو اقل من 700 سعره حراريه. لا اله الا الله. اللي هي هذه الكنافه بروحها مو اقل من 700. بس ما اكل ثاني يوم. اي انت عاد شوفي شنو متغديه وشنو ماكله. لا لا جد والله هذه 700. الحين مو ضروري، اي مو ضروري تاكلينها كلها. يعني هو الحلو مو للشبع، الواحد المفروض يشبع من الطبق الرئيسي ويكون اختياره مثلا صحي كثر ما يقدر، وبعدين يحلي عن خاطره. يعني مو يحلي يشبع بعد. ناكل الحلو عندهم شيء مو طبيعي. كلمتيني عن انواع الكوارع، نعرف انواع الحلو البستاشيو مالهم بالضبط. فالبقلاوه عاد شوف المحلات الاشكال والوان بالبقلاوه وبالحلويات التركيه. حبه البقلاوه واحده الصغيره اللي احنا نشوفها يعني يمكن ما تضر. هذه من بين 70 الى 100 بالضبط، نفس البنك من 70 الى 100 سعره حراريه اللي هي البقلاوه الصغيره. فانت كم وحده راح تاكلين؟ يمكن البقلاوه اللي شوي اكبر تطق ال 400 سعره. فانا قاعد اتكلم عن يعني كميه مهوله من السعرات، احنا نسميها امتي كالوريز او السعرات الخاليه تماما من اي صحه. احنا ممكن نقول انه فيها شويه مثلا فستق ولا فيها مكسرات، المكسرات راح تضيف سعرات حراريه في لها فائده، لكن ما اقدر اقارنها ابدا بالسكر اللي موجود فيه. فكميه السكر والدهون، الحين ممكن البقلاوه والحلويات التركيه تكون سبب رئيسي لامراض القلب وسبب رئيسي لارتفاع الكوليسترول، لانها وايد عاليه بالدهون المهدرجه. يعني يستخدمون مثلا سمنه نباتيه، يستخدمون زبده. الحلويات العربيه الطبقات هذه اللي موجود، طبقات البقلاوه، طبقات اي حلويات العربيه تلاقون بين طبقه وطبقه شنو بيكون في زبده، بيكون في زيت، بيكون في سمنة. والحين عاد تعال شوف يطلب لك بقلاوه مع دندرمه هناك يسمونها البرد، فتشوف الزياده يعني تفنتق في طريقه طلح الاكل، وكله بالنهايه سعرات. فهذا بالنسبه حق البقلاوه. الكنافه قلنا تقريبا 700 الى 800 سعره حراريه اللي هو الطبق هذا. امس يمكن نزلت سؤال بالانستغرام، حطيت كذا طبق من الاطباق التركيه مثل الاسكندر مثل الكعك مثل البقلاوه والكنافه، وقلت لهم شنو تتوقعون اكثر واحد ضرر على الصحه واكثرهم يعني في عناصر غذائيه مضره حق الصحه. فكانت الاجابه ما بين اكثر شيء ما بين البقلاوه والكنافه، وفعلا هذه الاجابه الصحيحه. انا لو بقول اكثرهم ضررا فراح اصوت حق الكنافه. صحيح. لان الكنافه فيها جبن كامل الدسم ونسبه الشيره فيها وايد عاليه، وفيها سكريات اللي هو الشعريه والكربوهيدرات، فما فيها اي شيء يصنف انه هو مفيد في الكنافه. وكميتها يعني على 100 جرام السعرات الحراريه موجوده بالكنافه اكثر من البقلاوه. فمحبين الكنافه يمكن هذا يعني مو خبر مفرح، لكن هو الاعتدال في كميه تناول الاكل هو المحك. ما ادري اذا معانا وقت ولا لا نتكلم عن اكيد عندنا وقت سميه، لكن بنطلع معك ومع المشاهد في تقرير سياحي مميز ياخذ لنا لقطات جدا مميزه عن السياحه اللي تكلمنا عنها في الكويت اكيد، وان شاء الله نعيش هذه اللحظات. لكن نرجع حق سميه اللي كلامها كله دندرمه مفيد جدا. عطنا صوت. يعني حلو لما تكون السياحه ثقافيه شويه حلو. ويكون الواحد متكيف مع وضعه. ما عليه، مو كل الناس تقدر تسافر يا عبد الله، مو كل الناس عندها امكانيه انها تقص تذاكر وتروح وتعيش اجواء خارجيه بعيد عن اجواء ديرتها. لكن ممكن انا اصنع لي سياحه داخليه وعيشها. عندنا المتاحف يا الله خير، المركز العلمي، عندنا الشاليهات، سوق المباركية، عندنا البحر كله موجود، عندنا بعد شاليهات الخيرات مثل ما قلنا، عندنا شنو بعد، مهرجان هلا فبراير، عندنا الاكوا باك اكيد. صحيح. هذه المدينة المائية الجميلة، حديقة الشهيد، حديقة شعب، وايد من الاماكن اللي مو قادر يسافر يستمتع فيها. صحيح. في سياحة داخلية بالكويت نشجع عليها، وإلا ما رد مرة ثانية قطاع السياحة ينتعش من جديد، لأن
في سياحة في كل بلد، في كل مكان في شيء حلو وفي عندنا أشياء حلوة، ما تحكى من فراغ. نعم. هي وقائع موجودة في تروحون تزورون هذه الأماكن وتعيشون أجواءها، على الأقل لما تنزلون في التواصل الاجتماعي تنزلون أشياء مفيدة تبين عن البلد بأشياء جميلة، تعطي ثقافة سياحية عن البلد بشيء جميل. لا يكون دائما التذمر وعدم الرضا هو دائما السباق لأي شيء نسوي، فدائما في أشياء وايد حلوة. يعني سمية راحت تركيا شافت الحلو والأكل، يعني يقول هلا بالمتن، لكن شو سوت؟ كيفت نفسها. أكيد، وإحنا نقول بعد الخير الخير بقبال إن شاء الله، راح يكون عندنا كل هذه الأجواء الجميلة والمتاحف الحلوة والأشياء السياحية راح تكون موجودة بالكويت، بس تفائلوا شوي، خلكم متفائلين إن شاء الله بإذن السميع العليم. وبرجع حق سمية، الشاي نعشق الشاي بكل أشكاله وألوانه، حابين لش هبه اليومين شاي الورد بالأبيض بالأخضر، شيء مكس عجيب غريب نشربه. فكلمينا عن شايات تركيا. الحين شاي تركيا يعني من الأشياء اللي يمكن وايد ناس راحوا لاحظوها إن عندهم وايد الشاي إكرام، يعني شنو صح. إذا رحت وطلبت الغداء فيصير الشاي مجان، نوع من الكرم عندهم. الشاي في تركيا أكثر مشروب إنه ينشرب عند الشعب التركي بعد الماي، فأكثر شيء ينشرب عندهم تركيا، مع إن الشعب معروف في القهوة التركية. الفطور مثل ما تكلمنا عنه اسمه كهفالتي. شنو يعني كهفالتي؟ يعني قبل كهفة من القهوة، تي يعني قبل القهوة، يعني شيء ناكله قبل ما نشرب القهوة، يعني حتى الاسم هذا كان جاي من القهوة كثر ما هم يشربونها. ومع هذا مؤخرا صار الشاي هو يحتل المركز الأول من المشروبات بعد الماي طبعا في تركيا. تركيا بروحها أصدرت في 2004 200 ألف طن من الشاي في تركيا، 120 ألف طن استهلك داخل تركيا بس، 120 ألف طن من الشاي، بمعدل إنه خذت 6.4 بالمئة من إنتاج الشاي بالعالم كله كان فقط موجود داخل تركيا. معدل شرب الشاي للشخص الواحد في تركيا، دراسة في 2013 بينت أن الشخص الواحد يشرب تقريبا 10 كلاسات من الشاي يوميا، ما يعادل 13.6 كيلوغرام من الشاي بالسنة. كمية كبيرة للشخص الواحد. أختم، إذا واحد شرب شاي بعد وجبة عالية بالحديد يعني مثل الشاورما هذه بالضبط، أنا خذيت اسكندر بعدها شاي، إذا أنا مثلا شخص ما فيني أي مشاكل صحية، غالبا الشباب ما يكون عندهم أنيميا نقص الحديد، لكن البنات اللي عندهم أنيميا نقص الحديد مفروض أنه ما يشربون الشاي على طول بعد وجبة، لأنه يعيق من امتصاص الحديد. فاللي دائما يطلب مثلا لحومات أو أطعمة خاصة مصادر حيوانية عالية بالحديد مفروض أنه يترك على الأقل 2 إلى 3 ساعات لين يشرب الشاي، لأنه مثل ما ذكرت يعيق من امتصاص الحديد. حلو. يعني ويفضل يكون الشاي بالشكر ولا من غير؟ طبعا من غير سكر، خاصة حق الناس اللي تبي تسوي تحافظ على نظامها. من الأشياء اللي ممكن زين الحين مو شرب السكان صغيرة، لو أنا ما أقدر لازم أستخدم سكر، أقدر أحط مثلا سكر بأول كوب بعدين يوصل نصه وأرد أحط شاي بعدين يوصل، فإشنا الجلاس الثاني الثالث شوي أقلل السكر. والله تقرين اللي أنا أسويه فعلا زين تمام. للأسف وصلنا ختام حتى اللبن التركي اللي ما تكلمنا عنه، الأيراني مميز عندهم. إحنا إن شاء الله نشكرك على وجودك اليوم لنا لقاء ثاني واحد معنا وياك. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام هذه الحلقة، نشوفكم إن شاء الله في حلقة باكر. أمل أكيد تشكر درم التركي من البيت العامر كويس بناصر، كنا معكم باكر إن شاء الله. سلام.